يشمل على عدد من القيم الوطنية، الالتزام، التسامح، التعايش، احترام الآخر. اليوم المملكة غير، احنا بنعيش في مملكة مختلفة، الأمل فيكم بعد ما كبير جدا، انتم السفراء اللي بتمثلوا المملكة وانتم تقولوا للناس احنا كويسين ولا احنا كويسين. Amazing team doing great cultural activities and we're gonna impress everybody. شاوش من جدة وأسكن الرياض. اليوم الأب لاب حقي كان عن الـ power of knowledge. تكلمت على تجربة المملكة في التعليم و how they are reframing the whole education system. كان very interactive. كل مين حكى عن تجربته في دولته. We are improving طريقة الكل متعجب منها. We're getting there إن شاء الله. It's now 9:42, and you have a lot to do. احنا الحين in rehearsals. مرة متحمسين مرة we can't wait. سعيد اليوم بالاحتفال بالنسخة الأولى من برنامج جسور ثقافية في عاصمة التنمية المستدامة بون. مرحبا ويا مسهلا. My name is Manar. I'm from Al Baha, which is located in the southern area of Saudi Arabia. شرفنا بحضور أكثر من 122 شخص من 60 دولة مختلفة. كان في عدد كبير من الفقرات. الفكرة ما كانت في إنه نتكلم عن ثقافتنا بقدر ما إننا نشرك الآخر في ثقافتنا. كان في تفاعل جدا جميل مع الحضور، منهم رؤساء منظمات دولية، منهم رؤساء أمانات. السلام عليكم. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie hier sind. In order for our country to be successful, we have to empower 50% of the community, 50% of our nation. And that's part of what the young women here are. They are part of the hope of the future. I really enjoy being here, and I would like to thank Saudi Arabia for sending such great people out.
I enjoyed the evening a lot, and I changed my perception of the Saudi Arabia. Yeah, maybe it's on my next travel destination. I think we got the message across through art, music, culture. كل شيء كان فوق التوقع. الحضور كله حضر. كل اللي عزمناهم الحمد لله حضروا. فمعناته الناس they want to know about Saudi culture. حقيقي we're proud of you and thank you very much حقيقة يعني for making it في short time هذا والإفكت والإمباكت اللي سويته كان جدا كبير وجدا جدا جدا عظيم. الأداء كان راقي وعالي وما نطمح بأكثر من كذا. بسم الله عليهم كل واحد إن شاء الله إنه بيمسك شيء في المستقبل يرفع راسنا فيه. هي بداية أفلجت صدورنا، بداية طمنتنا، بداية رفعت راسنا. بلهم توفيق يا رب.